بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي التجاري، في حلقة جديدة من حلقات التعريف بمادة الإحصاء أو مقدمة في مادة الإحصاء. إن شاء الله الصف الثالث عندك مادة جميلة جدا وسهلة جدا اسمها مادة الإحصاء. مادة الإحصاء للصف الثالث فيها موضوعات شيقة جدا جدا جدا، وعاوزين نتعامل مع مادة الإحصاء على إنها مادة 50 من 50. ان شاء الله صعب جدا جدا ان احنا نقل درجه واحده فيها، لانها ماده من المواد اللي هنحبها وهنبتدي نتعامل معاها بسهوله، واي موضوع فيها ان شاء الله هنبتدي نعتمد فيه على الفهم والتحليل والاستنباط. مش عايز الماده ما بتحبش الحفظ، الماده بتحب اللي يفهم ويشغل دماغه، وحاجه جميله جدا جدا ومن الحاجات اللي هتعجبك لانها قايمة على كل ظواهر الحياة اللي حواليك. هتحس ان الإحصاء دي ماشية معاك في كل حاجة من نواحي الحياة. نشوف مع بعض موضوعات مادة الإحصاء بتتم ازاي او بنشوف فيها ايه. تعالوا نشوف مع بعض منهج الإحصاء السنة دي. ان شاء الله عندنا بعض الموضوعات اللي هنتكلم عنها زي موضوع الاحتمالات. لو هنشوف على الشاشة تقسيمة الموضوعات اللي هنقولها الاول، اول حاجة بنقول في منهج الإحصاء أول جزء عندي اللي هو الباب الأول الاحتمالات. والاحتمالات ده موضوع سهل وجميل جدا جدا، وبنشوف فيه حاجات كتيرة جدا، وعايزين نتكلم عن الاحتمالات. مجموعة من التعريفات اللي عايزين نقولها، زي لما أجي أقول لحضرتك يعني إيه احتمال. احتمال ده لما تيجي تقول لي إن أنا داخل الفريق بتاعي هيلعب نهائي بطولة، اقول لك ايه اللي هيحصل في النهائي؟ تقول لي احتمال يكسب واحتمال يخسر. يبقى عندي احتمالين، يا مكسب يا خسارة. يبقى كلمة احتمال معناها اول حاجة لازم تعرف ان الاحتمال ده ليه اكتر من اتجاه او ليه اكتر من مضمون. بس تعريف الاحتمال هو جميل. الاول الاحتمال عندك عبارة عن ايه؟ لو انت عندك مريض داخل مثلا نجرب دواء، الدواء ده احتمال يكون دواء ناجح واحتمال ان هو ما يكونش دواء ناجح. يبقى الاحتمال ده هو نسبة تحقق الحدث الى المجموعة الكلية. يبقى الاحتمال ده عبارة عن نسبة. خد بالك من جزئية كلمة نسبة. الاحتمال ده عبارة عن ايه؟ نسبة. لما اجي اقول لك ان احتمال ان الفريق يفوز 80% علشان الفريق المنافس لنا قليل شويه، يبقى حضرتك قلت لي ان الاحتمال 80% ده نسبه. طب لو احتمال ان هو يفوز او احتمال انه يخسر 50%، خدت بالك برضو ان الاحتمال هنا ايه؟ نسبه. يبقى لما اجي تكلمني على تعريف الاحتمال اقول لك الاحتمال هو نسبه تحقق الحدث الى المجموعه الكليه. يبقى ايه هو الاحتمال تاني؟ نسبه تحقق الحدث الى المجموعه الكليه. بس خد بالك ان اي احتمال في الدنيا لازم يكون مجموعه واحد صحيح. مجموع الاحتمالات كلها تكون واحد صحيح. يبقى لو قلت لك ان احتمال ان فرقتك تكسب 80%، يبقى احتمال انها تخسر هتقول لي بقيه الواحد الصحيح. يبقى واحد ناقص علامه 80 يطلع علامه 20 او 20% او 20%. يبقى لما تيجي تقول لي ايه تعريف الاحتمال تاني؟ اقول لك تعريف الاحتمال هو نسبة تحقق الحدث الى المجموعة الكلية. الاحتمال ليه بعض الخصائص كده اللي عايزين نقولها مع بعض. زي ايه؟ اقول لك ان الاحتمال لا يمكن باي حال من الاحوال ان يزيد عن الواحد صحيح. يبقى هنا الاحتمال مش ممكن يزيد عن الواحد الصحيح. بمعنى ايه؟ بمعنى ان ما ينفعش احتمال واحد وواحد من عشرة، مش ممكن. مجموع الاحتمالات في الدنيا كلها واحد صحيح. ده أول خاصية من خصائص الاحتمال. الاحتمال لا يمكن يكون سالب، مش ممكن يقل عن الصفر. طب ينفع الاحتمال يكون صفر؟ ينفع. في الحالة دي اسمه حدث مستحيل يحصل. يبقى ده اسمه حدث مستحيل. طيب ممكن تكلمنا عن أنواع الأحداث وعن الاحتمال وعن التجارب اللي ممكن تحصل علشان يبقى عندنا خلفية كده عن مادة الإحصاء قبل ما ندرسها؟ اقول لك تمام، ده كلام كويس جدا. لو حضرتك معاك عملة معدنية في جيبك دلوقتي ممكن تطلعها؟
قلت له هتنطلع عملة اهي من جيبي. العملة دي ليها وجهين، العملة ليها كام وجه قدامك؟ وجهين. وجه فيه صورة اللي هي مرسوم عليها النسر أو ملك أو أي شيء، اسمها إيه في الإحصاء؟ صورة. والوجه الآخر اللي هو الكتابة اللي مكتوب عليها اسم البنك ومكتوب عليها جمهورية مصر العربية وواحد جنيه أو الكلام ده كله. يبقى العملة المعدنية عندك وجهين، وجه صورة ووجه كتابة، أو وجه كتابة ووجه صورة. العملة المعدنية دي لو حضرتك رميتها كده حالا، استنى قبل ما ترميها، أنا هسألك قبل ما ترميها، هي ممكن تطلع ايه؟ يا مستر ده انا لسه ما رميتهاش. ايوه انا عارف انك ما رميتهاش، خليها في ايدك وانا بسألك سؤال. قبل ما ترميها دي ممكن تطلع ايه؟ قلت لي انا اللي اعرفه انها تطلع صورة او كتاب، بس ما اقدرش احدد لك بالتحديد هي هتطلع ايه. يبقى هنا قبل القاء التجربة اهو لسه ما رميتهاش، انت عارف كل اللي هيطلع؟ ايوه انا عارف كل اللي هيطلع. ازاي؟ قلت لي قبل اجراء هذه التجربة انا بقول لك قطعة النقود هتطلع يا صورة يا كتابة، يعني قلت لي جميع النواتج الممكنة. صح؟ صح. طب لو مسكنا مكعب مرقم من 1 إلى 6 اللي احنا بنسميه زهرة نرد او حجر الطاولة، زهرة الطاولة او حجر النرد، فاكر الزهر اللي كنت بتلعب بيه السلم والتعبان؟ الزهر ده لما هترميه، استنى قبل ما ترميه لو سألتك هيطلع كام؟ قلت لي قبل ما ارميه ده هيطلع يا اما 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6. كل الكلام ده انت عرفته قبل ما ترميه؟ ايوه، بس ما قدرتش احدد لك ايه اللي هيطلع بالظبط. عارف اللي حضرتك بتقوله ده ايه؟ ده اسمه تعريف التجربة العشوائية. يبقى ما هي التجربة العشوائية؟ هي تجربة معلوم مسبقا جميع نواتجها قبل اجراءها، انا قبل ما اعملها انا قلت كل. طب لو سالتك طالب داخل الامتحان قلت لي هينجح يا رسوب، يبقى نجاح او رسوب، كده انت عارف كل النواتج اللي هتحصل من قبل ما تحصل. برافو عليك، يبقى دي اسمها التجربه العشوائيه. بس خد بالك دون الجزم ايا منها سوف يتحقق، ما اقدرش احدد بالظبط مين فيهم اللي هيطلع. يعني لما تيجي تقول لي التجربه العشوائيه اللي انا هعملها دي، مسك زهره نرد وعايز ارميها، قلت لي قبل ما ارميها انا بقول لك اهو، يا تطلع يا 1 يا 2 يا 3 يا 4 يا 5 يا 6. ايه اللي حصل معاك كده؟ قلت لي جميع النواتج اللي هتحصل، يبقى دي اسمها جميع النواتج الممكنه، اللي هو ايه بقى؟ اسمه فضاء العينه. يبقى انا خدت كده تعريف احتمال، تعريف تجربه عشوائيه، تعريف فضاء العينه. نقولهم تاني مع بعض. نبدا بالتجربه العشوائيه عشان دي مهمه جدا شويه وفيها لخبطه شويه. ما هي التجربة العشوائية؟ قلت لي هي تجربة معلوم مسبقا جميع النواتج اللي هتحصل فيها دون الجزم أيا منها سوف يقع. نقولها تاني، تجربة معلوم مسبقا جميع نواتجها قبل إجرائها دون الجزم أيا منها سوف يتحقق، يبقى دي اسمها التجربة العشوائية. طيب ايه هي جميع النواتج اللي طلعت معاك دي؟ هي دي فضاء او فراغ العينه. يبقى لما يجي لك سؤال يقول لك ما هو فضاء او فراغ العينه، تقول لي فضاء او فراغ العينه ده عباره عن ايه؟ ده جميع النواتج الممكنه، كل النواتج اللي هتحصل ده فضاء العينه. يعني في القاء قطعه النقود مره واحده قلت لي فضاء العينه هيكون يا صوره يا كتاب، يبقى صوره وكتاب او صوره او كتاب، يبقى ده فضاء العينة. طب فضاء العينة في إلقاء قطعة النقود مرتين، أو لو عايز تسهلها على نفسك امسك قطعتين نقود أهم، دي في إيد ودي في إيد، وهعملهم كده على سطح أملس. حضرتك كده رميت كام قطعة نقود؟ 2، أو هي هي لو رميت قطعة نقود واحدة بس مرتين، هي هي. تقول لي ده ممكن القطعة الأولى تطلع صورة وكمان القطعة التانية تطلع صورة؟ يبقى كده أول قوس عندك صورة للرمية الأولى وصورة للرمية التانية. أو ممكن القطعة الأولى تطلع صورة والتانية تطلع كتاب، صح؟ يبقى صورة وكتاب. وكمان ممكن القطعة الأولى تطلع كتابة والتانية صورة، يبقى كتابة وصورة. وآخر حاجة إن الأولى تطلع كتابة والتانية كتاب. يبقى معايا كم عنصر في فضاء العينة هنا؟
معايا اربع عناصر، يا اما صوره وصوره وصوره وكتابه، يا اما كتابه وصوره وكتابه وكتابه. الاربع عناصر اللي عندي صوره وصوره وصوره وكتابه وكتابه وصوره وكتابه وكتابه. يبقى هنا لازم تحدد كويس قوي عدد عناصر فضاء العينه. طب لو عندك قطعه نقود، قطعه او زهره نرد، هترميها مره واحده. لو عندي زهره نرد هرميها مره واحده، هتقول لي وانا بمسك زهره النرد كده رميتها يا تطلع يا واحد او اتنين او تلاته او اربعه او خمسه او سته. يبقى فضاء العينه هنا عندك بيساوي كام؟ قلت لي واحد او اتنين او تلاته او اربعه او خمسه او سته. ده كلام سهل جدا جدا. طيب كده انا عرفت تعريف فضاء العينه هو ايه؟ اقدر اقول لك ببساطه هو جميع النواتج الممكنه. كل اللي هيحصل في التجربه اسمه فضاء العينه. يبقى تعريف فضاء العينه هو جميع النواتج او مجموعه النواتج الممكنه. في ناس ثانيه بتسميه فراغ العينه. يبقى فضاء العينه صح وفراغ العينه صح. يبقى انا عندي فراغ العينه او فضاء العينه الاثنين صح. خد بالك بقى كمان ان خدنا تعريف مهم للتجربه العشوائيه. هو ايه تعريف التجربه العشوائيه؟ قلت لك هي تجربه معلوم جميع نواتجها مسبقا. التجربه العشوائيه تجربه معلوم جميع نواتجها مسبقا قبل اجرائها دون الجزم ايا منها سوف يقع. يبقى هنا ما اقدرش احدد ايه بالظبط اللي هيقع. يعني لما اقول لك ارمي قطعه زهره النرد كده هتقول لي يا واحد او اتنين او تلاته او اربعه او خمسه صح، ولكن ما اقدرش احدد بالظبط هيطلع اتنين ولا تلاته. ما اقدرش، لان دي في علم الغيب. يبقى هنا التجربه العشوائيه تجربه معلوم مسبقا جميع نواتجها قبل اجرائها دون الجزم ايا منها سوف يقع. دي كده التجربه العشوائيه. خد بالك ان انت قلت لي تعريف فضاء العينه اللي هو ايه تاني؟ جميع النواتج الممكنه او مجموعه النواتج الممكنه. وقلت لي تعريف التجربه العشوائيه تجربه معلوم جميع نواتجها مسبقا قبل اجرائها دون الجزم ايا منها سوف يقع. وقلت لي تعريف الاحتمال هو نسبه تحقق الحدث الى المجموعه الكليه. طب احنا سمعنا كلمه حدث في تعريف الاحتمال، يعني ايه حدث؟ كلمة حدث هو جزء من فضاء العينة. يعني الأعداد الفردية جزء من فضاء العينة بتاع زهرة النرد طبعا، لأن فضاء العينة كان واحد أو اتنين أو تلاتة أو أربعة أو خمسة أو ستة، والأعداد الفردية واحد وتلاتة وخمسة. يبقى ده جزء من فضاء العينة. يبقى الأعداد الفردية هي جزء من فضاء العينة. يبقى هنا الحدث هو مجموعة جزئية من فيه. فيه اللي هي ايه؟ فضاء العينة. فضاء العينة بنرمز له بالرمز فيه، والاحتمال بنرمز له بالرمز ح. يبقى الاحتمال رمزه ح، فضاء العينة رمزه فيه. يبقى لما تيجي تكلمني عن تعريف الحدث اقدر اقول لك الحدث هو مجموعة جزئية من فيه او مجموعة جزئية من فضاء العينة. طيب الحدث ده ليه انواع؟ طبعا ليه انواع. في حدث مؤكد وفي حدث مستحيل وفي حدث محتمل. ده تقسيمه. الحدث المؤكد هو الذي عناصره تساوي عناصر فضاء العينة. زي ايه؟ لو انا قلت لك ان فضاء العينة بتاع زهرة النرد طبعا كلنا قلناها وسامعك وانت بتقولها لي تاني، قلت لي الفيه بيساوي واحد واتنين أو واحد أو اتنين أو تلاتة أو أربعة أو خمسة أو ستة. ده كده اسمه فضاء العينة بتاع زهرة النرد. طيب لو جيت قلت لك حدث ظهور عدد أقل من سبعة، هتقول لي طبعا ما هو الستة والخمسة والأربعة والتلاتة والاتنين والواحد أقل من سبعة. طب خدت بالك انت كتبت كام عنصر في الحدث ده؟ ايوه انا كتبت ست عناصر. طب اطلع كده شوف فضاء العينه كان كام؟ ايوه كان ست عناصر. يبقى حضرتك الفضاء كان ست عناصر،
والحدث هو نفس الست عناصر، ده كده حدث مؤكد، ده كده اسمه حدث ايه؟ مؤكد. يبقى ايه تعريف الحدث المؤكد؟ هو الحدث الذي عناصره تساوي عناصر فضاء العينة. يبقى الحدث المؤكد هو الحدث الذي عناصره تساوي عناصر فضاء العينة. طيب يبقى الحدث المؤكد ده مؤكد الحدوث، ده هيحصل هيحصل، ده هيحصل هيحصل، زي ظهور الشمس نهارا. طبعا ما هو بالنهار لازم الشمس تكون موجودة، يبقى ده حدث مؤكد، ده حدث مؤكد. حدث من أو من أنواع الأحداث برضو الحدث المستحيل. يعني إيه حدث مستحيل؟ حدث بيحتوي على المجموعة الخالية فقط اللي هو الفاي، مش ممكن يحصل، فاضي، يبقى ده احتماله بيساوي صفر، مفيش أي عنصر موجود في فضاء العينة. زي إيه؟ ظهور الشمس ليلا، الشمس بتطلع بالليل، قلت لي مستحيلة مثلا، يبقى ده حدث مستحيل. زي ظهور العدد 7 في إلقاء زهرة نرد مرة واحدة، سعادتك لو رميت زهرة النرد مرة واحدة ممكن يطلع 7؟ جرب كده، لو قعدت ترمي فيها طول العمر مش هيطلع 7. ليه؟ ده حدث مستحيل، لأن 7 مش موجود في المكعب. يبقى خد بالك إن الحدث المستحيل هو حدث لا يمكن وقوعه أبدا، ويرمز له بالرمز فاي، أما احتماله يساوي صفر. يبقى الحدث المستحيل حدث لا يمكن وقوعه. عندي نوع ثالث من الأحداث اسمه الحدث المحتمل. يعني ايه محتمل؟ يا يحصل يا ما يحصلش. زي ما قلت لك فريق الكرة اللي انت بتشجعه هيلعب، منتخب مصر هيلعب، تقول لي ما هو يا يكسب يا يخسر. صح، الرياضة فيها مكسب وخسارة، يبقى ده اسمه حدث ايه؟ محتمل، دائر بين ذلك وذلك. يبقى هنا حضرتك بتقول لي ان المنتخب يا يكسب يا يخسر، وان شاء الله طبعا يكسب، طبعا دايما دايما ان شاء الله مصر تكسب على طول. يبقى ده بتقول لي ايه؟ ان ده حدث محتمل، ده حدث ايه؟ محتمل، اما له احتمال كذا او احتمال كذا، يبقى ده اسمه حدث محتمل. خدت كام نوع من الاحداث دلوقتي؟ قلت لك حدث مؤكد، قلت لك حدث محتمل، حدث مستحيل. حدث المؤكد هو الحدث الذي عناصره تساوي جميع عناصر فيه. مين هو فيه؟ فضاء العينة. ايه هو فضاء العينة؟ جميع النواتج الممكنة اللي هتحصل في التجربة العشوائية. طب ايه هي التجربة العشوائية؟ هي تجربة معلوم مسبقا جميع نواتجها دون الجزم ايا منها سوف يقع. يبقى خلي بالك كده، احنا عرفنا تعريف التجربة العشوائية، وخدنا تعريف الاحتمال اللي هو نسبة تحقق الحدث الى المجموعة الكلية او المجموعة الشاملة، وعرفنا فضاء العينة جميع النواتج الممكنة او هو المجموعة الشاملة، ورمز فضاء العينة فيه، ورمز الاحتمال ح، وعرفنا انواع الاحداث، حدث مؤكد هو الحدث الذي عناصره تساوي عناصر فضاء العينة، وحدث مستحيل الحدث الذي لا يمكن وقوعه، وحدث محتمل. احنا بنتكلم بصورة عامة عن الاحتمالات، وممكن نشوف بعض الحاجات كده يعني كمثال توضيحي مش اكتر للاحتمالات. زي ايه مثلا؟ لو انا قلت لحضرتك عايز اشوف مثال زي كده، بنقول مع بعض اهو، بنشوف مثال في الاحتمالات. بيقول لي ايه؟ بيقول لي على الشاشة الاحتمال او تعريف الاحتمال هو نسبة تحقق الحدث الى المجموعة الكلية. عرف الاحتمال كده. الاحتمال هو نسبة تحقق الحدث الى المجموعة الكلية، نفس الكلام اللي احنا قلناه وشرحناه مع بعض. لما تيجي كمان تقول لي عرف التجربة العشوائية او التجربة العشوائية، هي تجربة معلوم جميع نواتجها مسبقا. التجربة العشوائية تجربة معلوم جميع نواتجها مسبقا قبل إجرائها دون الجزم أي منها سوف يقع. ده كان تعريف التجربة العشوائية.
عندي كمان فضاء العينة. ايه هو فضاء العينة؟ قلت لي هو جميع النواتج الممكنة، كل النواتج اللي ممكن تحصل اسمها فضاء العينة. ليه تعريف تاني او فراغ العينة؟ هو المجموعة الشاملة. طيب ده كلام كويس جدا. عرف الحدث، عرف الحدث. قلنا من تعريف الحدث كان هو جزء من فضاء العينة او مجموعة جزئية من المجموعة الشاملة، لان احنا عارفين ان فضاء العينة هو المجموعة الشاملة، يبقى الحدث هو جزء من فضاء العينة. عندي كمان تعريف الحدث المؤكد. مش احنا قلنا ان الحدث المؤكد ده هو الحدث الذي عناصره تساوي عناصر فراغ العينة؟ وبيكون احتمال الحدث المؤكد كام؟ شطار، واحد صحيح طبعا، او 100%، لان احنا اتفقنا الحدث المؤكد ده هيحصل هيحصل، عناصره هي العناصر التي تساوي عناصر فراغ العينة، زي احتمال ظهور عدد اقل من 7 في القاء زهرة النرد. قلت لي طبعا ما كل اللي هيطلع اقل من 7 يبقى ده حدث مؤكد. عندي كمان الحدث المستحيل، هو الحدث الذي لا يمكن حدوثه ابدا، اللي هو رمزه فاي، واحتماله يساوي 0. برافو عليك. طب خد بالك كمان، يعني قلنا الشكل ده او التعريفات دي جت في امتحانات سابقه كتير جدا، يقول لي عرف كل من الاحتمال، عرف الحدث، عرف الحدث المستحيل. دي زي ما قلناهم ممكن نجمعهم في صوره مجمعه. الاحتمال هو نسبه تحقق الحدث بالنسبه للمجموعه الشامله او الكليه. طيب عرف الحدث، قلت لي هو جزء من فضاء العينه. طب عرف الحدث المستحيل، قلت لي هو حدث لا يمكن وقوعه ابدا واحتماله يساوي 0. يبقى انت كده بتتكلم في تعريف الاحتمال، تكلم في تعريف الحدث، تكلم في تعريف فضاء العينه، تعريف التجربه العشوائيه، كل ده هنحتاجه. يعني احنا بنمهد بس كده لما نيجي نشتغل مع بعض في الحلقات المنهجيه، هنبتدي نحتاج التعريفات دي كلها، لان من غير فهمك للتعريف مش هتقدر تتعامل مع تمرين احصاء ولا تقدر تجيب ناتج سليم. وخلي بالك لازم تفصل كويس بين تعريف الحدث وتعريف الاحتمال، لان بعض الاسئله في الامتحان ممكن يطلب منك حدث ظهور عدد فردي، في الحاله دي هتقول لي 1 و3 و5، انما ممكن يطلب احتمال ظهور عدد فرد تقول لي نص. يا مستر ده الاجابه مختلفه خالص. طبعا الاجابه مختلفه، لان الطالب اللي قدر يميز بين الحدث وبين الاحتمال فهم مغزى السؤال وفهم المطلوب من السؤال، فقدر يحل بطريقه سهله وبسيطه. يبقى من خلال التعريفات ده، ومن خلال زي ما اتفقنا مع بعض في بدايه حلقتنا، ان منهج الاحصاء او ماده الاحصاء عباره عن فهم وتحليل واستنتاج، ما بتعتمدش ابدا على الحفظ. حتى التعريفات اللي قلناها بتعتمد على الفهم، الفرق بين الحدث والاحتمال. الحدث جزء من فضاء العينه، اما الاحتمال نسبه تحقق الحدث ده الى المجموعه الكليه او المجموعه الشامله. فعايزك دايما في موضوعات الاحصاء عايزين ناخدها بتركيز ونشغل فهمنا فيها، لان موضوعات الاحصاء او ماده الاحصاء بتعتمد على الفهم والتحليل والاستنباط، مش بتعتمد على الحفظ اطلاقا. مفيش مساله احصاء بتعتمد على الحفظ. حتى يعني كانت بعض الافكار كده جت في امتحان سابق، بيقول لي ايه، طبعا كلنا متعودين على زهره النرد، في تجربه القاء زهره نرد مره واحده، كل الناس كلها تقول لي فيه بتساوي 1 و2 او 3 و4 او 5 او 6، مش كده؟ صح صح. جه بقى في تمرين في امتحان سابق بيقول لي صندوق مرقم، صندوق به بطاقات مرقمه من 1 الى 5، فضاء العينه يبقى هنا كام؟
ناس كتير قوي اتلخبطت وكتبتها فيه بتساوي واحد او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة او ستة. اقول لك لا طبعا، ده الصندوق به بطاقات مرقمه من واحد الى كام؟ الى خمسه. يبقى فضاء العينه هنا لازم سيادتك تقول لي فيه بيساوي واحد او اتنين او تلاته او اربعه او خمسه. يبقى لازم هنا اركز السؤال عاوز ايه؟ لو بيتكلم في زهره نرد او حجر الطاوله هقول من واحد لحد سته. لو بيقول لي صندوق به بطاقات مرقمه من واحد الى خمسه يبقى لازم اقف عند الخمسه. لو صندوق به بطاقات مرقمة من واحد إلى تسعة يبقى لازم أكمل واحد أو اتنين أو تلاتة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو تمانية أو تسعة. يبقى هنا منهج الإحصاء بيعتمد على قراءة التمرين كويس جدا وفهمك للي جاي في السؤال علشان تقدر تستعد للإجابة بصورة واضحة وبصورة مبسطة وسهلة. يعني ممكن حضرتك تكتب كتير جدا وما يكونش ده المطلوب، وممكن الإجابة بتاعتك تكون نص سطر، تكون كلمة واحدة. يعني بعض الحاجات اللي جت في امتحانات سابقة وكانت أفكار لذيذة جدا، يقول لك عدد عناصر فضاء العينة. أنا عايز إيه؟ عدد عناصر فضاء العينة في تجربة إلقاء زهرة نرد مرة واحدة. إيه عدد عناصر؟ ألاقي طالب يقول لك واحد أو اتنين أو تلاتة أو أربعة أو خمسة أو ستة، أنت كده كتبت فضاء العينة. إنما عدد العناصر كام؟ لازم تعدهم وتقول لي عدد العناصر بيساوي ستة. عدد عناصر فضاء العينة في تجربة إلقاء قطعة نرد زهرة نرد مرتين. زهرة نرد مرتين يعني عايز تقول لي واحد وواحد وواحد واتنين وواحد وتلاتة وواحد وأربعة وواحد وخمسة وواحد وستة. عارف اللي هي هنكمل بس هرجعك لدي تاني. كأنك ماسك زهرتين نرد، ماسك حجرين طاولة ورميت الاتنين. ممكن الزهرة الأولى تطلع واحد والتانية واحد، أو الأولى تطلع واحد والتانية اتنين، أو الأولى واحد والتانية تلاتة، الأولى واحد والتانية أربعة، الأولى واحد والتانية خمسة، الأولى واحد والتانية ستة، وهكذا. واتنين وواحد واتنين 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 وتلاتة واتنين وأربعة واتنين وخمسة واتنين وستة، والتلاتة تلاتة وواحد تلاتة واتنين تلاتة وتلاتة وتلاتة وأربعة وتلاتة وخمسة وتلاتة وستة، أربعة وواحد أربعة واتنين أربعة وتلاتة أربعة وخمسة، أربعة وأربعة أربعة وخمسة أربعة وستة، خمسة وواحد خمسة واتنين خمسة وتلاتة، خمسة وأربعة خمسة وستة، ستة وواحد ستة واتنين ستة وتلاتة ستة وأربعة ستة وخمسة ستة وستة. طب أنا هفضل أعد دول؟ أقول لك لأ، عدد العناصر لو هي رمية واحدة يبقى ستة أس واحد بستة، لو زهرتين نرد يبقى ستة أس اتنين بستة وتلاتين. يبقى كان السؤال محتاج إيه؟ هو مش محتاجك تكتب فضاء العينة كله، هو عايزك تقولي 6 أس 2 طلع ب 36. يبقى عدد عناصر فضاء العينة في تجربة إلقاء زهرة نرد مرتين 6 أس 2 ب 36. لذلك بنقول إن منهج الإحصاء قايم على الفهم، قائم على الفهم. بلاش خالص تحفظ أي حاجة، ذاكر بفهم، تأكد إن شاء الله 50 من 50. الإحصاء مادة سهلة جدا جدا جدا، ومن المواد اللي بترفع مجموعنا، وان شاء الله ان شاء الله في انتظاركم نقفلها مع بعض زي ما ناس كتير الحمد لله قابلتنا وبتبعت الشكر لقناة مصر التعليمية بتقول لهم احنا من خلال شاشتكم قدرنا نحصل على مجموع كبير وقدرنا نقفل مواد كتيرة جدا من خلال المجهود العظيم اللي بتعمله شاشة قناة مصر التعليمية وقطاع التعليم الفني. فالحقيقة الشاشة بتقدم لنا أو قناة مصر التعليمية بتقدم لنا حاجات كويسة جدا، ومن خلال متابعة البرامج قناة مصر التعليمية إن شاء الله تكون من الناس اللي بتقفل درجات نهائية وتكون من الناس اللي جايبة مجموع كبير جدا. وركز معانا ونشوف بقية حلقات منهج الإحصاء. عرفنا تعريف الاحتمال والحدث والحدث المستحيل، تعال مع بعض نشوف تعريف فراغ العينة. معانا على الشاشة تعريف فراغ العينة. ايه هو فراغ العينة؟ قلت لي مجموعة النواتج الممكنة، مجموعة النواتج الممكنة، كل النواتج اللي هتطلع من التجربة اسمها ايه؟ اسمها فراغ العينة او فضاء العينة. وزي ما اتفقنا مع بعض هيرمز لها بالرمز ف. عندي كمان تعريف مهم جدا اسمه التجربة العشوائية. اسمه التجربة الايه؟ العشوائية. يعني ايه التجربة العشوائية؟ قلناها مع بعض، هي تجربة معلوم جميع نواتجها مسبقا
دون الجزم ايا منها سوف يقع. يبقى عندي تعريفين مهمين اللي هو فراغ العينة والتجربة العشوائية. فراغ العينة تاني هي مجموعة النواتج الممكنة، أو ناس بتسميه المجموعة الشاملة، وناس بتسميه فضاء العينة. طيب الرمز بتاعه ف. طب التجربة العشوائية، تجربة معلوم جميع نواتجها مسبقا قبل إجرائها دون الجزم أيا منها سوف يقع. ده كلام سهل جدا 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 وبسيط. ممكن ناخد تمرين كده توضيحي بس لشكل الاحتمالات او الطريقه اللي بيجي فيها الاحتمالات. قلت لك لو انت معاك زهره نرد وهترميها على سطح املس، ايه الارقام اللي ممكن تطلع؟ قلت لي كده انت تقصد فضاء العينه. يبقى فضاء العينه هو ايه؟ جميع النواتج اللي هتطلع من التجربه، او جميع النواتج الممكنه للتجربه. تجربه القاء زهره نرد مره واحده وملاحظه الوجه العلوي. المكعب لما يستقر كده على السطح الاملس، بص كده على السطح العلوي يطلع ايه؟ قلت لي اول حاجه انا عاوز فضاء العينه، وفضاء العينه وجميع النواتج الممكنه، يبقى تقول الفيه بتساوي واحد أو اتنين أو تلاتة أو أربعة أو خمسة أو ستة. ده كلام سهل جدا. طيب هنا أنت كتبت فضاء العينة، خدت طبعا درجة. جميل. ممكن يطلب منك بعض المطلوبات السهلة البسيطة وأنت هتركز فيها بالراحة كده وهتجيبها لي. لما أقول لك حدث الحصول على العدد اتنين، هتقول لي بيساوي، نفتح قوس ونكتب اتنين. طب حدث الحصول على عدد اكبر من الاثنين، اكبر من الاثنين هتقول لي الثلاثه والاربعه والخمسه والسته. طبعا ما كل دي اكبر من الاثنين. طب حدث الحصول على عدد اقل من اثنين، اقل من اثنين في الاعداد اللي عندي يبقى الواحد. طب حدث الحصول على اثنين فاكثر، خد بالك قال ايه؟ قال لي اتنين فاكثر، يعني الاتنين دي معانا، الاتنين هنا معانا، يبقى الاتنين، وعايز فاكثر بقى، يبقى الاتنين والتلاته والاربعه والخمسه والسته. طب اتنين فاقل، يبقى تقول لي اتنين وواحد. يبقى خد بالك من المصطلحات اللي هتجيلك في التمرينات. التمرين اللي عندك تقول لي كلمة فأكثر، اتنين فأكثر، يبقى اخد الاتنين وانا واللي اكتر منها. اتنين فأقل، يبقى اخد الاتنين واللي اقل منها. طب اقل من اتنين، يبقى ما اقدرش اخد الاتنين. اكثر من اتنين، ما اقدرش اخد الاتنين، اخد ايه؟ اللي اكتر منها. يبقى لما نشوف تمرين مع بعض اهو، بيقول لي عند رمي حجر نرد مرة واحدة اذكر الاحداث الاتية. الحدث ألف ظهور العدد اتنين، الحدث ب ظهور العدد اتنين على الأكثر، الحدث ج ظهور العدد اتنين فأكثر، الحدث د ظهور العدد أكثر من اتنين. خلي بالك في تشابه كبير جدا في المصطلحات، وده اللي أنا عاوزك تركز عليه. أول حاجة عايز العدد اتنين، تعال نحل التمرين ده مع بعض. ودايما قبل أي تمرين احتمالات لازم أحط فضاء العينة. إيه فضاء العينة؟ عند رمي حجر نرد مرة واحدة. قلت لي نقرا التمرين كويس وبهدوء وبتركيز. عند رمي حجر نرد مرة واحدة أذكر الأحداث الآتية. طب أنا عايز أجيب فضاء العينة. هتقول لي فضاء العينة بيساوي ايه؟ برافو عليك، واحد او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة، ده فضاء العينة. نقوله تاني، فضاء العينة في ظهرة نرد مرة واحدة واحد او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة او ستة. طيب
حدث ظهور العدد 2، حدث ظهور العدد 2، هو الاثنين فقط. طب حدث ظهور العدد 2 على الأكثر، بالكتير يظهر معاك 2، تقول لي كلمة على الأكثر بتساوي كلمة في أقل، يبقى أخد اللي قال عليه وأنزل أقل، يبقى 2 وهنزل تبقى 2 وكام؟ و1. برافو عليك. حدث ظهور العدد 2 فأكثر، خد بالك قال لك إيه هنا؟ قال 2 فأكثر، يبقى هتاخد الاتنين وتاخد الأكثر، يبقى هتبدأ بالاتنين وتاخد الإيه؟ الأكثر، يبقى اللي هي معناها 2 على الأقل. 2 على الأقل أو 2 فأكثر اللي هي إيه؟ الاتنين والتلاتة والأربعة والخمسة والستة. آخر واحدة، حدث ظهور عدد أكتر من 2. مين اللي أكتر من 2 في الفضاء اللي عندك؟ قلت لي اللي أكتر من 2 3 و4 و5 و6. يبقى اللي أكتر من 2 هو الثلاثة والأربعة والخمسة والستة. يبقى زي ما اتفقنا، خد بالك من طريقة إلقاء السؤال عشان هتفرق معاك كتير جدا جدا جدا. زي ما جبت لك تمرين اهو اللي قلت لك عليه، صندوق به بطاقات مرقمة من 1 إلى 5. لو حد حافظ احصى هيقول لي فضاء العينة 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6، اقول لك لا طبعا غلط، انا ما قلتلكش ظهر 2 عشان تقول لي الكلام ده. انا بقول لك صندوق فيه بطاقات مرقمة من 1 إلى كام؟ إلى 5. يبقى اكبر ناتج ممكن يطلع معاك او اكبر عدد ممكن يطلع معاك تقول لي البطاقة رقم 5، يبقى فضاء العينة 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5. طب لو كنت قلت لك صندوق به بطاقات مرقمة من 1 إلى 7، كنت هتقول لي فضاء العينة 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7. يعني يا مستر مش آخرها 6؟ لا أنا ما قلتش آخرها 6 خالص، ده ممكن يقول لي صندوق به بطاقات مرقمة من 1 إلى 8، يبقى هوصل لـ8، مرقمة من 1 إلى 9، يبقى هوصل لـ9، حسب الفضة بتاعك. واقرأ التمرين كويس وبالراحة وفكر أنا آخري كام. لو ظهرت نرد المكعب آخره 6، لو صندوق شوف العدد اللي هيوصل ليه واكتبه في فضاء العينة. يقول لك صندوق به بطاقات مرقمة من 1 لـ5، يبقى عايز أقول الفه بتساوي 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5. يبقى احنا هنا حسب المطلوب لازم أقرأه كويس وأبتدي أتعامل معاه بفهم وتحليل. هترجع تاني للتمرين بتاعك، بتقول لي صندوق به بطاقات مرقمة من 1 إلى 5، اكتب فضاء العينة. طب قبل ما احل انا عايز اعرف فضاء العينة، قلت لي ثم احسب احتمال ظهور عدد زوجي. تعال نشوف كده فضاء العينة مع بعض. قلت لي ده فضاء العينة هنا هيساوي 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5، ده فضاء العينة. طب كنت حضرتك طالب حدث ظهور عدد زوجي، حدث ظهور عدد زوجي ايه الاعداد الزوجية اللي قدامك؟ هتقول لي 2 أو 4. استنى قبل ما تكمل، اوعى تزيد عن الاربعة في الاعداد الزوجية. ليه؟ ده انا عارف يا مستر ان الاعداد الزوجية 2 أو 4 أو 6. اقول لك صح، بس ده في ظاهرة النرد، انما في المثال بتاعنا هنا او التمرين بتاعنا ده صندوق به بطاقات مرقمة من 1 إلى 5، فقلت 2 أو 4 وسكت، لأن ما عنديش في الفضة 6، يبقى آخري كام في الزوجي؟ 2 أو 4. طب لو طلب منك الاحتمال تقول اللي موجود في الحدث على اللي موجود في الفضة. عدد عناصر الحدث 2 على عدد عناصر الفضة 5، يبقى 2 على 5 تطلع 4 من 10. عندي كمان تمرين سهل جدا 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 وفي فكرة لذيذة، بيقول لي إذا كان عدد طلاب إحدى المدارس 100 طالب، عندي مدرسة فيها 100 طالب، المدرسة دي مدرسة مشتركة،
منها 40 من الذكور، فيها 40 ولد، و60 من الإناث، 60 بنت. تم اختيار طالب عشوائيا. عايزين نختار الطالب عشوائيا كده. ممكن نجيب بنوتة صغيرة كده في KG2 ونربط لها عينيها ونقول لها امسكي حد من الطلبة اللي موجودين. ممكن الطالب اللي هي هتمسكه ده يكون من الذكور وممكن يكون من الإناث. هنا عدد المدرسة كلها كام؟ قلت لي 100. عدد الذكور 40، عدد الإناث 60. احسب احتمال أن يكون الطالب الذي تم اختياره من الإناث. هتقول لي عدد الإناث على عدد المدرسة. عدد الإناث كام؟ 60 على عدد المدرسة 100. يبقى احتمال أن تكون أو أن يكون الطالب من الإناث 60 على 100، يعني 60 من 100 أو 6 من 10. واحتمال أن يكون الطالب من الذكور، واحتمال أن يكون الطالب من الذكور، هتقول لي احتمال أن يكون الطالب من الذكور 40 على 100، يعني 4 من 10. طب خد بالك، لو انا برضو قلت لك ايه، صندوق به 100 تفاحة، عندك صندوق باسكت كده فيه 100 تفاحة، المية دول منهم 80 تفاحة حمراء و20 تفاحة خضراء. يبقى انا عندي 80 تفاحة حمراء و20 تفاحة خضراء موجودين في الباسكت بتاعك او في الصندوق بتاعك. قلت لك تم سحب تفاحة عشوائيا، احسب احتمال ان تكون من النوع الاحمر. هتقول لي عشوائيا دي يعني انا مش شايف، انا سحبت واحدة، احتمال انها تطلع حمراء. قلت لي هو عدد الاحمر كام؟ 80 تفاح، وعدد التفاح كله 100، يبقى احتمال ان تكون حمراء عدد الأحمر على عدد الكل، يبقى 80 على 100، يطلع 80 من 100. طب احتمال أن تكون التفاحة خضراء، هتقول لي احتمال الأخضر أو عدد الأخضر على عدد التفاح كله، عدد الأخضر كام؟ 20، عدد التفاح كله 100، يبقى الاحتمال 20 على 100. يبقى عندك بعض التمارين اللي تقدر تفكر فيها بطريقة سهلة وبطريقة جميلة، بحيث ان انت توصل للمطلوب اللي عندك زي ما انت عاوز توصل له، وتكون بدقة وبطريقة سهلة وجميلة جدا. عندنا كمان برضو بعض الحاجات اللي عاوزين نقولها في موضوعات الاحتمالات. التعريفات اللي احنا خدناها او اللي احنا قلناها، قلنا بعض التعريفات المهمة جدا زي ايه؟ زي تعريف فضاء العينة، تعريف الاحتمال، تعريف التجربة العشوائية، تعريف الحدث. وعندي بعض الأحداث اللي عايزين نقولها مع بعض، زي الأحداث المتنافية والأحداث غير المتنافية. يعني إيه حدث متنافي أو أحداث متنافية؟ يعني إيه أحداث غير متنافية؟ أقول لك الأحداث المتنافية أو المتعارضة هي أحداث إذا ظهر أحدها يمنع ظهور الآخر. زي الصورة والكتابة، انت لو رميت قطعة النقود، لو ظهرت الصورة تحجب ظهور الكتابة. انت عينك شايفة ايه؟ هتقولي شايفة الصورة. طب فين الكتابة؟ تقولي خلاص الكتابة مش موجودة، تحت الكتابة مش ظاهرة. يبقى هنا دي اسمها احداث متنافية. دي اسمها ايه؟ احداث متنافية، إذا ظهر أحدها يمنع ظهور الآخر. يبقى هنا الصورة عملت إيه في الكتابة؟ منعتها، اسمها أحداث متنافية أو متعارضة. وإذا ظهرت الكتابة، لو الكتابة هي اللي ظاهرة هتلاقي نفسك مش شايف الصورة، يبقى دي اسمها أحداث متنافية أو أحداث متعارضة. أعرفها إزاي؟ قال لي إذا ظهر أحدها يمنع ظهور الآخر. عندي كمان
احداث غير متنافيه، احداث غير متنافيه، يعني اذا ظهر احدها لا يمنع ظهور الاخر. بمعنى ايه؟ يعني لو حضرتك ان شاء الله تنجح وتدخل الجامعه، هل النجاح يمنع من دخولك الجامعه؟ قلت لا طبعا، ينفع انجح وفي نفس الوقت ينفع ادخل الجامعه. طب ينفع تنجح في الدبلوم وتشتغل؟ اه طبعا، ايه اللي يمنع؟ انا نجحت في الدبلوم واشتغلت في اي مكان. طيب لو في معرض للاجهزه الكهربائيه، ينفع الراجل يبيع البوتاجاز وينفع الراجل يبيع الغساله ويبيع الثلاجه؟ تقول لي هو بيع الغساله يمنع بيع الثلاجه؟ اقول لك لا، يبقى دي احداث ايه؟ غير متنافيه. يبقى دي احداث غير متنافيه. يبقى في احداث متنافيه واحداث غير متنافيه. الاحداث المتنافيه دي زي ايه؟ زي الصوره والكتابه. زي الصوره والكتابه. الاحداث غير المتنافيه زي احتمال بيع الثلاجه واحتمال بيع التلفزيون، ما ياثروش على بعض. يبقى دي اسمها احداث غير متنافيه. استعرضنا في موضوع الاحتمالات بعض التعريفات السهله، استعرضنا تعريف الاحتمال وقلنا ايه هو الاحتمال؟ هو نسبة تحقق الحدث الى المجموعة الكلية. وقلنا من خصائص الاحتمال انه لا يزيد عن الواحد، لا يقل عن الصفر، لا يمكن ان يكون رقم سالب. الاحتمال دايما كسر موجب، بيتراوح بين الصفر والواحد الصحيح. عرفنا تعريف فضاء او فراغ العينة او فه. الفه اللي هي ايه؟ اللي هي فضاء العينة او فراغ العينة، هو جميع النواتج الممكنة. عرفنا تعريف التجربة العشوائية، هي تجربة معلوم جميع نواتجها مسبقا دون الجزم أي منها سوف يقع. عرفنا تعريف الحدث، هو جزء من فضاء العينة. تعريف الحدث المستحيل، هو حدث لا يمكن وقوعه واحتماله دايما يساوي صفر وبنرمز له بالرمز فاي. عرفنا تعريف الحدث المؤكد، هو الحدث الذي عناصره تساوي عناصر فضاء العينة. الحدث اللي عناصره تساوي عناصر فضاء العينة، ده حدث مؤكد. واحتمال الحدث المؤكد دايما يساوي واحد صحيح. عرفنا الحدث المحتمل، عرفنا الأحداث المتنافية، أحداث لا يمكن وقوعها معا واذا ظهر احدها يمنع ظهور الاخر. طب دي هتفيدني في ايه يا مستر؟ اقول لك ان الاحداث المتنافيه لا تتقاطع، مش ممكن تظهر مع بعض. يبقى احنا استفدنا من كلمه احداث متنافيه انها لا يمكن وقوعها معا، يعني ملهاش تقاطع. وده هيقابلنا بعد كده في تمارين الاحتمالات، هتفرق معايا جدا لما يقول لي كلمه احداث متنافيه. كلمة أحداث غير متنافية معناها إيه؟ الأحداث غير المتنافية هي الأحداث الذي إذا ظهر أحدها لا يمنع ظهور الآخر، يعني يمكن ظهورهما معا، يعني ينفع يتقاطعوا، ينفع يتقاطعوا. يبقى هنا في أحداث متنافية وفي أحداث غير متنافية. الأحداث المتنافية ليس لها تقاطع، الأحداث الغير متنافية لها تقاطع. وهنعرف بعد كده قواعد التقاطع، قواعد الاتحاد، قواعد الفرق. باب الاحتمالات ده من الابواب المهمه جدا في الامتحان ان شاء الله، ودايما بيجي عليه اسئله بتعتمد على فهمك. وبعيد عن الامتحان، ماده الاحصاء من المواد اللي انت هتستخدمها في حياتك. علشان كده دايما نركز جدا في التعريفات ونركز في الحاجات اللي احنا بنقولها دي، علشان هتفرق معاك جدا جدا في حل التمارين وفهمك لمادة الإحصاء. استعرضنا مع بعض حاجات كتيرة جدا النهاردة، وكنت أتمنى إن وقتنا يطول. الحقيقة يعني حلقات الإحصاء معاكم حلقات شيقة، والوقت بيعدي فيها بسرعة جدا جدا جدا. وفي نهاية الحلقة أحب أوجه الشكر لقناة مصر التعليمية عن المجهود اللي عملوه القائمين عليها في العام القادم. وإن شاء الله إن شاء الله دايما
مكملة معانا، وفي بداية سنة جديدة أقول لكم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله تكون سنة سعيدة عليكم وعلى مصر، ومادة الإحصاء من المواد السهلة، وهيكون معاكم إن شاء الله مستر فتحي عبد الكريم من وزارة التربية والتعليم. شكرا لحضراتكم.